بصراحة تنس الطاولة الفترة اللي فاتت يعني عاملين شغل حلو قوي، ويعني هياخدونا كده لطريق الطمع في البطولات الكبرى. بداية كده مع كابتن محمد البيالي، يعني واحد من أبطال مصر، نجم منتخب مصر، لاعب نادي الأهلي، واللي احترف أندية كتير حتى برا مصر كمان. مشوار بقى كابتن. والله الحمد لله كابتن، زي ما حضرتك قلت انا ابتديت في الاول في استاد المنصوره، بعد كده انتقلت النادي كهرباء طلخة، بعد كده بقى الخطوه الاكبر والاهم في حياتي النادي الاهلي. الحمد لله في النادي الاهلي من سنه 2004. بعد كده طلعت كام سنه كده احترفت في بلجيكا سنه وفي تركيا سنتين، وقدرت الحمد لله اخد يعني دوري التركي سنتين والدوري البلجيكي سنه، وحاليا انا في النادي الاهلي وكده، وكنت اعاره السنه فاتت في الدوري الاسباني يعني. فالحمد لله يعني ابطالنا في مصر مش مقتصرين على الاحتراف الداخلي، ولكن ما شاء الله يعني ما بين انديه بلجيكا تركيا، وعندنا ناس في المانيا بتلعب في المانيا. بالظبط، المانيا في ناس بتلعب ابرزهم عمر عصر يعني. بالتاكيد طبعا هناك. يعني طبعا النهارده قبل اي حاجه احنا بنبارك لك على يعني التصنيف العالمي دلوقتي بتاعك، اتحسن، وصلت ل 81، وده طبعا هياخدنا زي ما قلت في البدايه كده، هياخدنا للطمع في البطولات الكبيره بقى. بالظبط صح، ناوي على ايه في اللي جاي؟ والله اهم حاجه ان شاء الله يعني بحلم ان شاء الله ان احنا ناخد ميداليه في البحر المتوسط، يعني معايا كابتن احمد صالح ومعايا عمر عصر، فان شاء الله نقدر نحقق ميداليه ان شاء الله في فرق. ده يعني الطموح الاولاني ليا ان شاء الله اللي احنا نحققه الفتره الجايه يعني ان شاء الله. تمام، هرجع لك بقى المنافسه الجامده بتاعت البحر المتوسط ان شاء الله.